وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. البركه في راسكم اسيدي. همشي معك بس اخويا. الله علينا. لقيتوا الخبر بوفاه هذا الولد؟ خويا تلقس ما نكذبش عليكم، ما مصدقيناش. هذاك السيد صاحبي انا قبل ما يدخل البوليس كنا تنبيعوا نشريوا انا وياه. كان باقي تنبيعوا نشريوا الحوايج في المدينه القديمه. هو تيبيع البيلات جداد وانا كنت نستعمل لي فيس ديال لي كاشمير تنعاودو نبيعو. كنا ماشي كيحل صديق زمان الله عمرها دارو. كان تيحلم يكون بوليسي وانا ما كنتش مطيقو. جا عندي واحد كان بغا يدير بوليس. الحمد لله تحقق لي. كنت ندوي انا وياه وقال لي بغيت نهزم مينوط البول والفردي. صاحبي تضحك معايا داز زمه كامله شي سيمانه تجيني لابس اللبسه. قلت لي واش تا بصح دخلتي البوليس؟ قال لي راه دخلت البوليس اصاحبي. انا قلت انتي ما كنتيش دوزتي الامتحان. قال لي بغيت نخليها سكري تنجح ونقولها لك رانا نجحت. وشتو لابس اللبسه وفرحت ليه. الله عمرها دارتك السيد ما نكذبش عليك. ما انت سيدي شكون يتصل بك وقال لك المرحوم يوسف؟ انا قال انا مرتي اللي قالت لي انا كنت ناعس خرجت مرتي و عيط لها مول الحوت. قال لها حسب المعلومات اللي وصلتك انت سيدي كيفاش وقع عليه مسكين الحديث؟ يعني اللي من اللي سمعت انا نقول لك انت تسمع يمكن كان خدام دا وليداتو باش يقيدهم في المدرسه مشى العمل ديالو البوست اللي خصو يمشي ليه. قال لك بغى يوقف شي بو شي واحد بموتور وما بغاش يوقف ليه دخل فيه لاحو ويدخل بوليسي ما تيخافش تيخاف من الله. الله الوطن الملك القانون تيطبقوه. حلمو باش يكون بوليسي عارف بان بنادم تيكون حل باش يكون بوليسي اين غيطبق القانون اللي تيكون باغي يكون باغي يكون شرطي. لا بدا تيحلم يكون شرطي راه تيطبق القانون. طبق القانون هو جابه في وليداتو خلى وليدو صغير ود بعد 10 سنين البنت شي 12 عام والكبيره يلاه طلعت نجحت في الباك. الحمد لله نجحت لي في الباك. نتمنوا من هذه المبادره رجال الشرطه يقفوا معها لان دابا نجحت في الباك. تكون تدير ما حقق باه تحقو حتى هي ان شاء الله من هذا المنبر ديالكم توصل ليه. اما السيد ما الله عمرها دار ما 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 تأدي حتى شي حد ما نقدرش ما يأديك ما والو. وقفتي على شي حاجه راه هو تيقضي عليك ديك الساعات يا فلو ما تيبقى فيه البوفري. المخير هنا الدراري هنا كاع اللي تعرفهم مساكن ما في حالهمش كلهم تدور معاهم تيعاونهم تيسلم على كل شيء متواضع باش تعرف التواضع. راه شوف السيد فين كاين. الحمد لله اللهم لك الحمد. كيبقات العائله ديالو مساكين؟ والعائله حتى شي حد ما طيقش. بنادم تشوفو انت يخر صحيح في صحيح داك حتى كيعيطوا لك وي تيعيطوا لك يقول لك ما ترك صاحبتي صاحبك. بعض المرات صاحبك تضحك معاك ولا تنقول لك ما حنا ما حامله تبغى يضحك معاك ولكن تقول لي الله خرجتي وكلا راه اللي وقع لي وقع لي. اش نقول الله يرحمه الله يخلطنا عليه مؤمنين ساجدين راكعين. تيصلي تيعبد الله ما تيفوتوش الجمعه تلقى معنا في الجمعه. ولدو اللي بقى فينا هو ولدو فاش شافو جو ويقول لي مشيتي يا بابا وخليتيني. لان هو ولدو هو ما تيخرج لي يلعب لا ولد تيخرجو غير هو ما تيخرج مع حتى شي حد. ما يخرج لا مع مولد تيخرج مع باه ولا ما خرجش مع باه راه ما تيخرجش. انتم تتشوفوا راه ما تيخرج راه الزنقه لا حتى شي حاجه. منين دابا حتى الولد ما العقليه ديالو مسكينه ما تبقى ما ما, ما تكونش هي هذيك لحد الان. راه شحال باش غيستوعب بان راه تستوعب بان باه ميت ليه. البارح راه تيبكي ووقف يبكي وعاد تيروي الدم وعاد يرسبير شويه شويه صحته عاود يبكي. ما بغاتش تدخل الدري الصغير لا حول ولا قوه. واخا تنعزيهم كاملين تنعزيهم كانوا مرة تيعرفوني تنعرفو. قلت لك انا عزري باقي ما مجوش وكنا تنبركو حنا وسط المدينه القديمه حنا ولاد سيدي فاتح وهو ولد باب جديد. عندنا جرده في باب جديد تنتجمعوا فيها بالليل الدراري اللي نقيين ونبقاو نعاودوا النكت بعضياتنا وناكلوا ومبليين بالرايب وديك الحلاوه تنقصاو الرايب وداك الشيء. كل واحد تيمشي لدارو اللي تيقرا تيمشي يقرا اللي خدامه تيمشي يخدم. وتنتجمعوا ديما من العشيه لعشيه باش نجمعوا نبقاو نضحكوا نجمعوا على النكته ما تنهضروا لا فادي لا تنتجامعوا. وربي سهل عليه وخدم في البوليس وتزوج ودار وليداته الا هذه الفاجعه هي الصدمه اللي صدمتنا. ما نكذبش عليك ما الله ما اللهم انا لله انا لله وانا اليه راجعون. ما نكذبش عليك الهضره انا ما عرفتش كيفاش نقدر حتى نخرج. ما بغاش حلمت به وانا عزيزي وعاود حلمت بباه
با كان صديق ديال الوالد ديالي تصاحبت معاه هنايا وما عرفتش حتى مع دخل دارو مسكين كانت هي يكون معاه بطل وقال لي انا مصاحب معاه راه كان معايا ولد عسير لعب شويه لقيت با تيعرف العائله ديالي قال لي قال لي راه ولده الكبير معايا وجيت سلمت عليه ثاني قلت له انا ولد من انا ولد احمد عارف قال لي تنعرف باك بكر الصديق ديالي وفيهم الخير اخو هذيك العائله ما نكذبش ما فيهمش شي حد تعرف صحراء وعندنا في المغرب ستريكسون معقولين ما فيهم لا صداع لا مساكن تيبغيو يعيشوا على قد الحال ويعيش بما وقانع وراضي بداك الشيء اللي عطاه لي الله انا لله وانا اليه راجعون ونطلبوا الله الله يرزقهم الصبر والسروان الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور والله يثبتوا عند السؤال عشان نطلبوا اخويا اما الضربه راه مضروبين فيه اللهم امين يا سيدي الله يحفظك. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.